المهندس شريف اسماعيل موجود لان هو صاحب تقديم مشروع حقل ظهر، فلازم نحترم كل جهد حقيقي وجاد بيقوم بيه رجل من رجال مصر. والرجل هنا مش بمعنى الجندر، يعني انسان من كل ناس مصر. علشان كده الرئيس النهارده عمل ايه؟ افسح له المجال وقدمه هو اللي بيرفع يعني اطلاق اشارة البدء للتشغيل الجزئي ده او الحصة الاولى من حقل ظهر، هو والشريك الايطالي ومن استكمل مكان المهندس شريف اسماعيل المهندس طارق الملا، لان دول هم ابطال العمل. من امتى يا مصريين كنتوا بتشوفوا رئيس بيتوارى ويفسح المجال لاصحاب هذا الحق ويقف يسقف لهم؟ ومش بس كده، ويسجل للدنيا والتاريخ ان من كان جادا في بناء هذه الدولة يستحق الاحترام، يستحق ان المصريين يشوفوه. زي في حكاية وطن ما بدأ بشكركم انتوا، لان انتوا اللي شلتوا فاتورة الاصلاح، انتوا اللي مستعدين تدفعوا تمن ان بلدكم تستعيد ارادتها الحرة وقدرتها على الوقوف. علشان كده كان مهم قوي تشوفوه وهو كمان بيسجل لنا وبيعلمنا ازاي يجب ان نشكر الجادين المخلصين اللي ملهمش صوت اللي بيعملوا في صمت. المهندس شريف راجل من افاضل الناس اللي انا شفتهم في حياتي. صدقوني انا ما بجاملش في كلامي مع حد، دي طبيعتي على كل حال، لكن هو رجل. وكان ساعتها ساعه لما جه بالخبر السعيد ده كان وزير للبترول، فجي بيقول لي في خبر كويس اتحقق كذا كذا كذا. كان ساعتها بقاله سنه معانا وكنا بنتكلم على اشكاليات بتاعه البوتاجاز وغاز محطات الكهرباء وغاز المصانع، وكانت تحديات كبيرة لم أجد منه. أصل هي الناس متعودة أن بتحترم الناس اللي بتزعق والناس اللي بتقول أي كلام، لكن الناس المحترمة اللي بتعمل في صمت ما بيبقاش ليها حظ. اوعى يكون كده في مصر. لكن أنا بقول له لا، انت حتى لو احنا ما قدرناش نقدرك فربنا هيقدرك. كان نفسي تسمعوا التسقيفة، عارفين ليه؟ لان كمان انتوا تستحقوا تسقيفة كبيرة جدا، انا لوحدي لا املكها. انتوا شعب عظيم، مجرد ظهور الرجل بهيئته بالطريقة اللي بيتقدم بيها كان بيطلع من جواكوا قيم وجين حضارة التلاتاشر الف سنة بتاعه المواطن المصري. علشان كده انا واثقه فيكم حتى لو انا متوتره. لازم تعرفوا ان انا مش نايمه من 5 الصبح، لازم نعرف ان بلدنا في اللحظه دي بتستدعينا كلنا، كل واحد في تخصصه وكل واحد في الحته اللي مسؤول عنها، بس الجديه هي اللي مطلوبه.